الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا رب الله، ما تستاهلش يا ابني. لو كان البكا على الدنيا فالدنيا ما تستاهلش، وان كان توبه وندم يبقى يساعدك وهداك. قله حيله، قله حيله يا مولانا. يبقى تطلب المعجزه. معجزه؟ من خيبه البني ادم انه بيطلب على قده هو، مش على قد اللي بيطلب منه. وده الفرق اللي بينك وبين الوالي اللي في الضريح هناك ده. انت بتطلب اللي على قدك فبيديك اللي على قدك، وهو بيدعي ربنا على قده فبيديله المستحيل وبيحقق له المعجزات. يا رب كرمك ولطفك يا رب. يا رب ملناش غيرها ويا ملناش غيرنا يا رب. يا رب. خالد، أدهم بيه بيتصل، واضح إنه وصل لحاجة. بجد؟ أيوه بجد، تعال نكلمه بره. يلا يا خالد، وقفت ليه؟ مش ممكن.